باريس خلال الأيام المقبلة، وشدد على أن هذه الدعوة لا تعني عرض إقامة في المنفى الفرنسي. جاء ذلك بعد إعلان مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون أنه دعا الحريري وأسرته للقدوم إلى فرنسا في بادرة الصداقة. هذا وقد اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حزب الله بالتسبب في الأزمة السياسية الحالية في لبنان، ذلك في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في الرياض مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان. الأزمة في لبنان أساسها كما ذكرت حزب الله. حزب الله اختطف النظام اللبناني، حزب الله يحاول يفرض سلطة نفوذه على لبنان، حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، حزب الله أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، وإيران تستخدم حزب الله من أجل بسط نفوذها في إيران، وتستخدم حزب الله بالنسبة لأعمال الشراب في البحرين، وبالنسبة لدعم الحوثي والتدخل في شؤون اليمن. أرحب من جدة بالدكتور خالد بطرفي المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة الفيصل. دكتور خالد، ماذا تقول في الحجة التي تدفع بأن السعودية الآن بهذه الدعوة الصادرة من الإليزي للرئيس الحريري بالمغادرة إلى فرنسا وقبوله هذه الدعوة صيغة لإنقاذ ماء الوجه أو ربما لانتشال الحريري والسعودية من الأزمة الناجمة عن إعلانه استقالته من الرياض؟ يعني لا كذا حنخلص ولا كذا حنخلص، أمر عجيب حقيقة، والتركيز عليه هو محاولة للتعمية على أسباب استقالته، لأنه متى ما انتهت هذا الجدل واللغط حول بقائه في السعودية أو غيرها سيبدأ الناس في الحديث عن لماذا استقال. وكما قال الراعي عندما زار السعودية أنه يتفق مع أسباب استقالة الحريري، والحريري سيعلنها مرة أخرى سواء من فرنسا أو في لبنان، وما زال البحث جاريا في لماذا استقال. البحث يجب أن يكون في هذا الموضوع وليس فيما إذا كان سيكون في السعودية أو في فرنسا. هذا الموضوع حل الآن، وسنرى إذا كانوا سيتجرؤون على فرنسا ويدعون أنها اختطفته هي أيضا. هذا هو مربط الفرس دكتور باطرفي، حتى يتسنى التصدي للمسألة الجوهرية المطلوب من الحريري، لأن الداخل اللبناني بانتظار تفسير لما حدث في لبنان. لا أحد ينكر ذلك، أزمة سياسية عويصة تتعلق ب النشاطات حزب الله في الإقليم، لكن المشكلة التي يقال الآن أن السعودية بحاجة إلى انتشال نفسها منها هي إعلان الحريري استقالته من الرياض. الآن سمعنا وزير الخارجية السعودية يتحدث عن الدول المحبة للسلام ومشاورات بينها لإعادة لبنان إلى استقراره، هل يتعلق الأمر بأن ما حدث والاستقالة من الرياض خلخلت الاستقرار اللبناني؟ نفس المشكلة حدثت لوالدي عندما كان في باريس واستدرجوه ليعود بكلام من هذا القبيل، لماذا لا ترجع؟ هل أنت جبان؟ لماذا لا تريد أن تأتي هنا وتواجه الحكومة اللبنانية؟ وعندما جاء اغتالوه، فهو يشعر بالخوف، وخاصة بعد زيارة ولايتي له قبل سفره مع عائلته، يعني هذا توحي بأنه قلق تماما على حياته وعلى أمنه كما قال. لا نقلل من هذا الأمر، يعني فإذا كانت فرنسا ستؤمن له عودة آمنة ليس كعودة والدي وتؤمن له حياته فسيعود وسيعلن مرة أخرى أسباب استقالته. ولكن ملاحظة هنا، أنهم يهتمون جدا بالمسألة البروتوكولية والدستورية، لماذا لا يأتي هنا ويقدم استقالته رسميا؟ وعندما كان قبل ذلك في زيارة لواشنطن ورئيس الوزراء دكتور بطرفي، لأن على السيد سعد الحريري أن يواجه حزب الله شريكه في السلطة بهذه النقطة الجوهرية، وهي جر حزب الله للبنان إلى مشاكل هو في غنى عنها بتورطه كما يقول خصومه في سوريا وفي اليمن.
نعم، هو كرئيس وزراء قام بما يمكن أن يقوم به، ووصل إلى حالة من الإحساس بأنه لن يستطيع أن يقدم أكثر، ولذلك قدم استقالته. هذا ما قاله في المقابلة الشخصية. ماذا يريدون منه أن يفعل؟ هو شخص واحد في نهاية المطاف، وقد خذله الجميع، يعني وخذله نفس شركائي عون بما وعده به من في التسوية، حزب الله، إيران، كلهم خذلوا. وهذا ما قاله، أنا لا أقول كلاما من عندي، ولكن بس أضيف أنه في المرة السابقة استدرجوا والده بنفس الحجج، وعندما جاء قتلوا. النقطة الأخرى أنه كان مرة في واشنطن كرئيس وزراء في الوزارة السابقة، وأقالوه، أسقطوا الوزارة وهو في واشنطن. طيب، لم ينتظروا حتى يأتوا، هم نفس الناس، فلماذا يهتمون الآن بالمسائل طيب البروتوكولية لهذه الدرجة؟ بروتوكولية أو غير بروتوكولية، وجود السيد سعد الحريري في السعودية وإعلانه استقالته منها يضع المملكة العربية السعودية في صلب هذا الصراع الإقليمي، هذا التجاذب مع طهران على النفوذ لبنان. وسمعنا المجتمع الدولي يقول يجب تجنيب لبنان وضعا يصبح فيه مسرحا لمعارك أو لحروب بالوكالة. في نظرك خروج الحريري الآن، تصريحات جون إيف لودريان بأن وحدة لبنان، استقرار لبنان، تماسك مكوناته الاجتماعية، هل يعني هذا أن فرنسا ربما تلوم السعودية على ما حدث؟ وبالتالي يجرنا هذا إلى التساؤل، كيف هو حال السعودية الآن في هذا الصراع الإقليمي مع إيران؟ هل كسبت من هذا التصعيد أم أنها خسرت؟ لا لا، هذا تفسير خاطئ للأمر. السعودية يعني عندها مشكلة أمنية، أن يطلق صاروخ من اليمن بخبراء لبنانيين، هذا يعني أن لبنان أعلن الحرب على المملكة العربية السعودية، والسعودية من حقها أن تواجه إيران وعملائها في المنطقة. أي مسألة وجود، ليست مسألة، يعني عندما أفغانستان أطلقت منها عمليات ضد أمريكا أو السودان، ماذا فعلت أمريكا؟ ضربت السودان وضربت أفغانستان واحتلت العراق. تركيا عندما يأتي الأكراد ثم يهاجموها، وداعش دخلت إلى سوريا، دخلت إلى العراق. فالمسألة مسألة وجود، يعني نحن نعاني من أن لبنان أصبح مسرحا ووكرا لهؤلاء الذين يقولون يقومون بالتفجيرات في بلادنا، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، في اليمن، ويجب أن يوقف لهم حد. لا نستطيع أن نتماشى مع الظروف اللبنانية ونتفاهم الوضع اللبناني الخاص على حساب أمننا واستقرارنا. إما أن تكون حكومة لبنان قادرة على ردع حزب الله، وإلا فيجب علينا نحن أن نردعها. شكرا جزيلا لك دكتور خالد بطرفي، المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة الفيصل من جدة، شكرا جزيلا. في نيويورك قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيصوت اليوم.